إديشون مداد جيل جمال قدم لكم محمد بالخياطي. المحامي المحنك مخول القانون باش ينسحب، ولكن ماشي بالطريقه اللي دارها لهذاك المحامي تاع ابو قاضي. انا نعتبرها خيانه امانه وتباهي امام زملائه، يرفع يده في اخر لحظه ويقول انا ننسحب القضيه السيد الرئيس. ما مشاش للسيد الرئيس وقال له يا ودي انا نطلب اجل ونصح من القضيه للزبون نتاعي هذا باش يدير محامي ويدبر على روحو. هذا بالخف ارفد يدو ننصح من القضيه. تباهي يا سيدي مسكين مسكين، تندم على النهار اللي زدت فيها السيد محامي. الجزائر الجزائر ما صنعتلكش قانون وحدك، انسحب من القضية في آخر لحظة. كان من المفروض تعلمني كتابيا. وعلى هذا يا سيد المحامي راني نصنع لك تاريخ أبدي، ما هو جريدة يومية، تاريخ أبدي لولاد ولاد ولادك. سلاح المخانة حرب الخيام، هذا سلاح الله فيه مكرمني، واحد المحامي أمن فيه وخام، ساحم الجلسان لا ما يعلمني، أمام الرئيس والنيابة الرام في آخر لحظة بدو خلاني. وهدي لك يا سي عبد المالك لك حل والأستاذ عشر رفيق، دون ما ننسى الأستاذ علي اللي يريد دار معه في خاطرك أخويا أبو بكر. واحد المحامي أمن فيه وخاف، ساحم الجلسان لا ما يعلمني، أمام الرئيس والنيابة الذات آخر لحظة بدو خلاني. ما عرفتش لا غاز ولا حكم وجان، أنظن باع الماتش وهو هلفاني. هذا الغنية راهي هدية ليك محمد عراض وليسر وزلام، بدون ما ننسى صديقك لونيسي بن قاسم. ما عرفتش لا غاز ولا حكم وجان، انظن باع الماتش وهو الفاني. لا ما ندري بقيت وحدي في الميدان، دافعت على حساب عرفي بلساني. كان يقولوا له انت تلميذ فلان، حافظ كلامي بلا ما يعرفني. خاطرك يا اخويا محمد غربي تاع ولاية شرف، صديق الفقراء والمساكين.